السلام عليكم. حنا من ساكنه دواوير عين السبع، ريبوا لينا في 2018 وبقينا مشردين حتى لحد الان. يعني حنا مستافدين، خاصنا غير الروسي باش نخلصوا. مني كنجيو تيقولوا لينا ما كاينش الوعاء العقاري. بغينا نعرفوا حنا هاد الاراضي ديال البقع اللي استفدنا فيهم فين مشاو. هاد البقع ديالنا اللي استفدنا بهم ما بغيناهم نعرفهم فينا هما، مني ما كاينش الوعاء العقاري وحنا باقيين كاريين وكنخلصوا الكرا والناس مشرده والناس في العروبيات والناس ما صايبه ما تاكل وجالسين في الزناقي. تم الخدمه خرجنا منها باش نبقاو نجيو لهنايا. حنا دابا حدا الولايات الجهه عند السيد الوالي، مشينا للعماله، مشينا عند السيد الباشا، مشينا كيقول لك ما كاينش الوعاء العقاري. واش حنا غنبقاو مشردين من 2018؟ راه ما يمكنش. يعني يديروا لينا حل، حنا بغينا حل لهذه الوضعيه ديالنا، حنا جميع الدواوير باغيين حل لهذه الوضعيه ديالنا. يديروا معنا حل، يعطيونا اراضي ديالنا، البقع ديالنا اللي مستافدين فيها. كاين اللي ساكن 70 عام، كاين اللي ساكن 80 عام، انا راه زايده تما، انا راه دابا عندي 49 عام، راه زايده في الدوار. زايده تما في هذاك الدوار، زايده تما وكابره تماك. عندي 49 عام، مجوجه تما، كابره تما، ولادي زايدين تما، كلشي تما. عندي لاكارت ناسيونال تما، ولادي مستافدين، حنا مستافدين، ما عندنا حتى مشاكل. حنا خاصنا غير الروسي باش نخلصو. الروسي كيعطوه لينا في الادماج. الادماج قال لك ما كاينينش واجدينش البقع، باقي ما واجدينش، والناس كانت الكريانات كيتحولوا جداد وكيعطوهم في هذاك البقع، وكتمشي سيدي حجاج كتلقى البقع كاينين، والناس كيتحولوا من الكريانات. يلا تحولوا عمورانا، عاد الشهر اللي فات ولا شهرين تحول واحد الدوار داو تماك. كنحسوا بالحقره، كنحسوا بالحقره، يعني حنا كنحسوا بالحقره ومهمشين، همشونا ونسونا، حنا نسونا، ما بقاش عندنا، خلونا مشردين حنا وليداتنا. والكرا راه قهرنا، حنا تقهرنا بالكرا وتقهرنا بزاف د الحوايج. الناس راه كاينه مصايبين ما ياكلوا، كاين اللي كيبيع على الميكا في السوق، كاين اللي مسيمشي كيجفف على الدروج، كل واحد شنو تيدير. الناس راه مشردين وكيعانيوا بزاف. قالوا لك ابارتمون ب 10 المليون، حنا ابارتمون ب 10 المليون كتهز كريدي من البنكه كتولي لك ب 20 مليون، وعاد تسجل وتحفظ، ولا ما خلصتيش ديالك البنكه. إذا بارتمون ب 10 المليون كتسمى شريتيها ما استفدتيش. فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ كتسمى شريتيها. حنا ما عندناش إمكانيات باش ناخذوا بارتمات، ما عندناش. أرض راه كيخلص لك موش الشكارة هذاك 2 المليون وكيبني لك، واخا كيعطي لك كحلة، المهم كتدخل تسكن فيها وتسد عليك بابك. هاد الست سنين راه خرصنا فيها ما عرفتش شحال مليون ديال الكرة. عينا وتقهرنا، ديروا لينا شي حل.